تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية في الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية 2019 تحت شعار الحياة تحت الماء للناس والكوكب. ويأتي الاحتفال متوافقاً مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. لماذا نحافظ على الحياة البحرية؟ إن محيطات العالم درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها هي التي تقف وراء النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكنة بالنسبة للبشرية. ولكون المحيطات توفر الموارد الطبيعية الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والوقود الحيوي وغيرها من المنتجات، وهي تساعد على تحلل وإزالة النفايات والتلوث. والبيئة البحرية أيضاً موطن لمجموعة متنوعة مذهلة من المخلوقات الجميلة. لماذا هذا اليوم؟ لزيادة الوعي بالتنوع المذهل في الحياة البحرية، ولأن المحيطات تغطي 3/4 سطح الكرة الأرضية وتحتوي على 97% من المياه الموجودة على سطح الأرض، وتمثل 99% من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم. يعتمد أكثر من 3 بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل معايشتهم. عالمياً تقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من الدولارات سنوياً. تحتوي المحيطات على زهائم 200,000 نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية قد تكون بالملايين. تستوعب المحيطات نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، مما يحد من تأثيرات الاحترار العالمي. لنحمي الكائنات البحرية في الأعماق من أجل البشر وكوكب الأرض.